قابلته اخر مره وكان ليا شرف لقائه في رمضان على وجه التحديد، كانت فتره صعبه جدا، كنا تقريبا في عنق زجاجه وكنا شايلين هموم كتير، كان اقربها طبعا كانت النتائج مش مطمئنه، الاداء ما كانش مرضي بشكل كبير، فكانت الجماهير قلقانه هنعمل ايه في دوري الابطال وهنعمل ايه في سوبر افريقيا. يشاء القدر ان انا قابله بعد ما نتخطى عقبه سان داونز ذهابا وايابا في دوري ابطال افريقيا، وبعد ما يتوج الاهلي بكاس السوبر السبعه في تاريخه على حساب نهضه بركان. تقييمك للمرحله دي وتقييمك لتعامل النادي الاهلي وللي قدمه لاعبتنا وقدمه مستر موسيماني طبعا كمدير فني في فترة كانت صعبة جدا يا كابتن خالد؟ مرحلة الحمد لله عدت على خير، ومرحلة ناجحة بكل المقاييس، يعني قدرنا نتخطى سان داونز وبإذن الله وصلنا للسيمي فاينال في بطولة أفريقيا، وبإذن الله نتمنى من ربنا سبحانه وتعالى بمجهود اللعيبة وتوفيق ربنا سبحانه وتعالى إن احنا نقدر نحصل على البطولة العاشرة الأفريقية، وقدرنا نحصل على بطولة السوبر الأفريقي، كسبنا فرقة نهضة بركان، فرقة نهضة بركان من الفرق الكويسة جدا، ولكن بخبرة لعيبة الأهلي وكفاءتهم وانتمائهم للنادي اللي هو لا محدود والجهد اللي بيبذلوه جوه الملعب، قدرنا ان احنا نكسب الحمد لله بطولة السوبر الأفريقي. على مستوى صعوبة المباريات اللي جاي أصعب، يعني سواء اللقاء المنتظر انه يجمع الأهلي والترجي في ماتشين ذهاب وعودة في دوري الأبطال، أو إن شاء الله اللي بعده في 17 يوليو نتمنى إن احنا نكون حاضرين إن شاء الله النادي الأهلي في نهائي دوري الأبطال بعد ما نتخطى عقبة الترجي. فالمباريات من حيث الصعوبة صعوبتها أعلى بكتير وأهميتها أعلى بكتير، لكن من حيث ضغط المباريات ومن حيث الفترة المتاحة ليك إنك أنت تستعد وتحضر، أعتقد إنه مش هنواجه فترة زي الفترة الصعبة اللي احنا مرينا بيها في الفترة الأخيرة. من وجهة نظرك إزاي أو إيه الطريقة الأمثل للتحضير والاستعداد للفترة اللي جاية، خصوصا طبعا حضرتك عارف إنه الفريق في راحة سلبية لغاية يوم الخميس اللي جاي؟ لا هو طبعا الاستعداد اللي هو اللي النادي الأهلي متعود عليه، يعني رفع كفاءة اللعيبة الفنية والبدنية بإذن الله لما يرجعوا من الأجازة اللي هي هتخلص يوم الخميس اللي جاي، تركيز لعيبة النادي الأهلي. وبعدين النادي الأهلي، أصل النادي الأهلي نادي كبير، وفرقة الكرة بتاعتنا الحمد لله يعني عشان ما نحسدهاش هي فرقة كبيرة، ويمكن في الظروف الصعبة هم قدروا يعدوا منها، يعني انت ظروف ضغط المباريات اللي انت كنت بتتكلم عليها يا أحمد والإجهاد والإرهاق دي انتهت، وهم نجحوا بنسبة 100% ان هم يعدوا الفترة الصعبة دي. اللي جاي بإذن الله أسهل، ولكن محتاج تركيز جامد جدا، محتاج توفيق من عند ربنا سبحانه وتعالى، محتاج تكاتف كل اللعيبة مع الجهاز الفني لتحقيق بإذن الله الهدف بالحصول على البطولة العاشرة. بكلم كابتن خالد على فرصة مش للتيم ككل، فرصة كمان لعناصر معينة من التيم إنها تستغل الفترة دي أفضل استغلال، خصوصا اللي يمكن كانوا بعيد عن الصورة شوية أو لأسباب مختلفة. في لعيبة طبعا نتيجة المشوار الطويل مع نادي الأهلي اتصابت ورجعت من الإصابة بتحاول ترجع وبتحاول تستعيد فورمتها بشكل كبير، فأعتقد أن الفرصة اللي عندها دلوقتي فرصة مناسبة جدا. وفي لأسباب فنية لعيبة برضو تانية كانت بتحاول نتيجة ضغوط جماهيرية، نتيجة بعد عن أو تراجع مستوى، كانت بعيدة نوعا ما عن الصورة. من وجهة نظرك يقدروا يستغلوا الفرصة دي على المستوى الشخصي، يعني لو اتكلمنا على لعيب يقدروا يستغلوا الفرصة دي ازاي؟ لا كل واحد هيستغلها ان كل واحد هيحاول ان هو يثبت نفسه، ان هو يظهر بمستوى كويس عشان يقدر يحط رجله ضمن القوام الاساسي بتاع الفريق. ولكن في نقطه مهمه جدا انا عايز الفت نظر اللعيبه من يعني الاجازه اللي هم خدوها الست ايام دول، مهم جدا ان كل لعيب يحافظ على نفسه من الكورونا، يعني ما حدش يرجع يكون لا قدر الله ان هو خلال الست ايام دول خرج وتفسح وقعد وما فيش الاجراءات الاحترازيه والتباعد الاجتماعي، الحاجات اللي هي لازم كل واحد من اللعيبه يخلي باله على نفسه بحيث ان هو لما يرجع سليم معافى باذن الله، عشان ما فيش وقت نضيعه ان حد يكون مصاب او يبعد. وخطورة انه يكون لا قدر الله مصاب ويعني طبعًا ويكون سبب في منتهى الخطوره. شفنا فريق بيراميدز مثلا بعد رحلته في نيجيريا عدد كبير جدا جالهم، فهي دي بس بعد الاجازه ان لازم اللعيبه تخلي بالها خلال الاجازه، اللي مسافر مع عيلته واللي رايح يغير شويه يخلي باله على نفسه بحيث ان كلهم يرجعوا معافين باذن الله. تابعت